عشان كل حصه في السوليوشن هتبتدي بنسبه تتقل هتاكل في السوليوشن ده اللي عندكم هتاكل وقت زياده قوي لما نوصل للشبكات الثقيله اللي جايه لان هو هتلاقي الشطر بيخلص من اول حصه فعلا ان شاء الله. بصوا بصراحه انا هقرر النهارده معاك شيء اطلع بره المنهج كتير قوي عشان تفهم اللي الكتاب ما يكونش منك سوي. فانا كنت عاوزين النهارده حاجه كتير قوي ان لا شيء خلقنا هو الخلق. بص على اصلا يقول لحضرتك المره اللي فاتت قلنا ان عشان ماده تنتقل وتعدي الغشاء بتاع الخليه فبتنتقل بشكل من يا اما كان سمول مولكيول يا اما لارج مولكيول. اللارج عشان تقيله هي عايزه زقه واقنعه ان هو يكون كان دايما عمليه يعني. لو بدخل حاجه جوه الخليه كان اسمها اندوسايتوزس بطلع اسمها الاندوسايتوزس كانت لو حاجه صلبه هسميها فيكوسايتوزس لو حاجه سائله هنسميها فيكوسايتوزس. انما الحاجات اللي السموم زي ما اتفقنا كانت محتاجه لو كان قدامها دوافع فبتنتقل بس نسيم. اما لو كان الموضوع ضد الطياره او ما تمشي ضد الطبيعي اسمها اكتف ترانسبورت. استعجلتش. البسس نفسه كان لو كان الدنيا سالكه كنا بنقول عليه سيمي ديفيوجن. لو كان محتاج كارير وزقه كان اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن. خلصت الكلمتين بقى. سيمبل نوعلاجي نوكاير ده مجرد ما الماده تلاقي ظروف متاحه قدامها بتنطلق. فورات مفتوحه بتقوم معديه لو من خلال الممبرين لا قدامها بتقوم معديه زي السكينه في الحلاق. الفاسيليتيتد نو انرجي ده كان محتاج كارير. انما الاكتف انتراكشن ضد الطبيعي فمحتاج انرجي ومحتاج النهارده الكتاب بادئ بعنوان طبعا انا ما حاجه اشرح اخر حصه قبل اول حصه عشان الدنيا تبقى مترتبه صح. يقول لك انتقال المواد عبر البادي كومبارتمنت. يعني ايه الكلام ده؟ من الاخر يعني من الدم لبره او من بره للدم. اللي انا حكيته على السبوره ده يا جماعه عشان ده مش واضح الكلام ده، اللي احنا حكيناه على السبوره ده انتقال المواد من خلال الخلايا. لكن واضح الدم ايه؟ هنقول الاول جزء مهم قوي في الامتحان اسمه بادي كومبارتمنت. الجسم متقسم ازاي؟ في القران ربنا قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فضحكوا عليك وانت صغير وقال لك الدم عمره ما هيبقى ميه والدم 90% من تركيبه ميه. واي سائل في جسمك 90% من تركيبه ميه. ده السيتوبلازم بتاع الخلايا 90% من تركيبه ميه. السائل اللي في الودان اللي في العين اللي في المفاصل اي سائل في جسم حضرتك الايه صريحه اكثر من 90% من تركيبه ميه. طيب بالنسبه لجسمي الميه تمثل قد ايه؟ بصوا افاضل عشان تبقى شايف كده اهو من التوتال بادي تبقى 60% من التوتال بادي ويت هو عباره عن نقطه اللي هو كرقم دي نسبه ايه؟ كرقم يمثل 40 لتر. في جسمك المفروض في الطبيعه 40 لتر ميه هنشوف توزيعهم دلوقتي يمثلوا 60% من التوتال بادي ويت. طبعا في الاطفال بيبقى اكتر بالمناسبه. الاطفال بيوصل ل 75% عشان كده بيبقى ايه؟ برهر كده ملظظ وقمر يا جماعه مش هتبقى حلوه قوي. دي بتبقى قمر. المهم متقسمين ازاي؟ بص كده في الهيستولوجي يقول لك لو شفت اي تشو في الدنيا مش معناها نسيج هيبقى عباره عن مجموعه من الخلايا وبعد كده فريق الاعداد كان مليان اوعيه دمويه واوعيه ليمفاويه واعصاب ودنيا. فالميه تبقى موجوده فين في اي نسيج في الجسم؟ توزيعها ده خير يا جوه الخليه هسميها انترا سيلولار يا بره الخلايا اسمها اكسترا سيلولار. عشان طبعا لو زعلنا ان الماء ولا شيء حاجه عشان حياه الخليه الطبيعيه تبقى اكتر. ده حياه اي خليه. عشان كده الانترا سيلولار بيمثل التلتين. تلتين بتوع ميه الجسم اللي هم حوالي 25 لتر. وبقى انهم تلتين يبقى هم يمثلوا الانترا سيلولار ده مثلا 40% من التوتال بادي ووتر. مش التوتال بادي ووتر 60% من التوتال بادي ويت وزن الجسم. وتلتينهم ده يبقى ده يمثل من التوتال بادي ويت في اللي يعرف كلها في الاكسترا كده بالعالم الاكسترا بيمثل تلت يعني يمثل 20% من التوتال بادي ويت 15 يعني يمثل 15% يبقى عشان تخش الميه في جسمك تلتينها جوه الخلايا وتلت بره الخلايا. لما انا بتكلم عن التوتال بادي ويت السائل اللي جوه الخلايا بيمثل 40% من التوتال بادي ويت السائل اللي بره الخلايا يمثل 20% يبقى الاثنين على بعض يمثلوا 60% من الشيء فوق ما تتلخبطش الارقام. ايه الارقام على جنب وركز في اللي موجود قدامك؟ يبقى الميه يا زي ما انا النهارده بنزل دي اسمها انترا سيلولار يا بره الخلايا اسمها اكسترا سيلولار.
الاكسترا سيلولار دي بره الخليه فين؟ اسمع كويس عشان الطب كله بقى هيبتدي بره الخليه فين؟ حد فاكر يعني ايه اوعيه دمويه ايام الازمه؟ بلط فيسل ده اي حاجه لها علاقه بالفيسلز اسمها فاسكولار. حتى هنقعد نقول لفظ كتير الفتره الجايه يقول لك ده لو عاشوسه ولا ده اسمها فاسكولار. انا اسمي الدكتور كارديو فاسكولار. كارديو يعني له علاقه بالقلب، فاسكولار له علاقه بالاوعيه. يقول لك السوائل اللي بره الخليه ممكن تكون جوه الدم، جوه البلازما يعني. بيسموها بيسموها انترا فاسكولار اللي هو الدم. ده 3 لتر. من كام؟ 15. مش عايزك تفتح الارقام عن الناس. يبقى انترا جوه الخلايا اتفقنا خلاص، بره الخلايا براها فين؟ يا جوه الاوعيه الدمويه واعطاها الدم يريح الاكسجين المتفصل، مش انترا يبقى تبع الانترا. الانترا فاسكولار ده تبع الاكسترا سيلر وبعدين من غير هبل يعني. يعني ايه بالعربي انترا فاسكولار؟ ده الاوعيه الدمويه يعني مش في الخلايا. او اكسترا فاسكولار، هو ما فيش في الطب حاجه اسمها كده بس هو بيستهدف اللي بره الخليه عشان الدم هو اهم حاجه احنا بنشتغل عليها فاعتبرت اللي بره الخليه يا انترا فاسكولار يا اكسترا فاسكولار. طب معلش انا اسف عشان ما تهمش الاكسترا فاسكولار ده فين؟ يعني بره الاوعيه الدمويه بره الخليه كان فين؟ حاجه من الاثنين لو سمحت تسمعني كويس. يمكن اهو ما بين الخلايا وبعضها في اماكن مخصصه. ما بين الخلايا وبعضها ده اكتر لفظ هتسمعه في حاجه في الطب بعيدا عن المنهج دلوقتي. اسمه انتر ستيشيالا. ليه بقول لك ده اللفظ اللي هتسمعه في حاجات كتير؟ لو حد اتخبط في دراعه يقول لك ده دراعي ورم. عارف ورم دي يعني ايه؟ يعني السائل جه من الدم اللي هو انترا فاسكولار او حتى من الخلايا طلع من الخلايا وبعضها. معظم الامراض بتبقى متركزه في المنطقه دي. ما بين الخلايا وبعضها اسمه انتر ستيشيال او ساعات كتير بنسميها لفظ تاني اسهل ترانس سيلولار. ترانس سيلولار يعني عبر الخلايا يعني عبر الخلايا وبعضها. بص للتقسيمه وسيبك من الارقام الله يبارك لك. يبقى السوائل جوه الخلايا انترا سيلولار براها اكسترا سيلولار. اللي براها الاوعيه الدمويه اللي براها انترا فاسكولار او اكسترا فاسكولار. اكسترا فاسكولار بيسموه حاجه من الاثنين اللي بتشوف حياتك يا انترستيشيال يا ترانس سيلولار. ترانس سيلولار ده زي في العين مثلا عشان بيساهم في انعكاس الضوء، يعني في الودان عشان يساعد تسمع كويس، يعني في المفاصل عشان خاطر تتحرك كويس على الغدة قدام وهكذا. ارقامك معلش الكمية التوتال بادي ووتر ميه الجسم كلها كام لتر؟ 40 25 و 15 دول المفروض تقسمها كتير بقى. ال 15 متقسمه 3 لتر انترا فاسكولار و 12 اكسترا فاسكولار. 3 انترا فاسكولار و 12 اكسترا فاسكولار. المفروض كام في الميه؟ 20%. ده 5 ولا 15؟ واضحه اصلا يعني 3 بالنسبه ل 12 5 15%. تعالى بقى هنا عشان نشوف حاجه من امتى هتسمعوها في حياتك. بص يا سيدي كل اللي انا حكيته على السبوره ده طبعا ده اخر الدرس النهارده، ده اخر حاجه مطلوبه النهارده. شرحتها في الاول ليه؟ عشان اقول لك معنى التفكير ده. ده بقول لك الانتقال عبر الخلايا كان اكتف وبس والحاجات اللي قلناها المره اللي فاتت. طب الانتقال من الدم بره وجوه هيبقى بطريقه ثانيه غير اللي قلناها المره اللي فاتت خالص. يعني بص كده على رسم على السبوره عشان حاجه تخش هنا او تطلع من هنا تحديدا من الدم هيحصل القصه اللي هنحكيها على السبوره دي. فدي عنوانها في الكتاب انتقال المواد عبر البادي كومبارتمنت يوصل الدم من الاخر عشان نلخص يعني لان هو ده بيعمل انتقال مش الباقيين. هل السائل اللي جوه الخليه ده طلع منها اصلا؟ لا لو طلع منها تكش الهموم اللي اعرف اقولها فين يا شباب لما في الباب. ارجع بقى اطلع بره عشان احكي لك قصه جميله قوي هتخلي في الباب جوه. في حاجه اسمها ضغط الدم. ضغط الدم بيسموه اي بي بي. احنا قلنا قبل كده عصب يعني نرف شريان يعني ارتري وريد يعني فينا. الشريان يسمى ارتري انا كنت في الالف النهارده والوريد اسمه فينا. الشريان يسمى ارتري والوريد اسمه فينا. فضغط الدم اسمه ارتريال بلاد بريشر او اي بي بي. ضغط الدم دايما بيبقى في الشرايين ده اللي انا بحسه. ضغط الدم ده اللي هو بتسمعوه 120 80 يتقاس في الاورطه عارف انت الشريان الرئيسي. لكن لو شريان صغير او شعيره دمويه ضغط الدم بيبقى له لفظ ثاني خالص بيسموه هايدروستاتيك بريشر. يبقى بالعربي يعني ايه هايدروستاتيك بريشر؟ يعني ضغط الدم بس مش في الشريان الرئيسي. يعني معلش يعني انا جبت شعيره دمويه ضغط 120 80 لا طبعا يبقى اسمه هايدروستاتيك بقى. ايه النوع؟
مش عشان قدر الله وقدر عشان انا كتير قوي النهارده. وربنا خلق ضغط الدم ليه؟ قال لي الدم بيتدكع على الجدران عشان يوصل للانسجه. عارف حضرتك لما تبقى في مكان زحمه عايز توصل لواقف على الستبش تقول لنصيحتك معاك معلش حضرتك عديني كده وتزق الناحيه دي عشان توصل. فطول الوقت الدم ضاغط على الجدران عشان عايز يروح للنسيج اللي هو رايح ناحيته. عشان كده دايما قدام حوالين حضرتك اللي لازم ضغط الدم يوصل يفضل ضغط طول الوقت. لو زاد او قل هيبقى في خلل في التوصيل ده. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لا ضرر ولا ضرر. كلنا نسمع من صغرنا ان جدران الوعاء قدامنا ما بقاش شعاع ما في خراب. فممكن وانا بتكه اطلع بره. هل ربنا خلق عشان كده اصلا؟ انت على ايه؟ ربنا خلق عشان يطلع بره؟ لا طبعا. يقول لك نشا عنه قوه ما كانتش مقصوده. انا بسميها بالعربي قوه الطرد. كتابك بيسميها فلتريشن. اللفظ حتى سهل. قوه الفلتر. عارف انت لما تتك على حاجه تقوم باصه كده مطلعه بره مفلتره مرشحه بره ده اسمه فلتريشن. بالبلد يا جماعه. وانا بتك على الجدار انا قصدي اتك عشان عايز اوصل النسيج اللي انا رايحه. لكن وانا بتك كان ممكن اطلع بره ترجع على طول الايه القرانيه انا كل شيء خلقناه بقدر اتفقنا سوا قبل كده خلقت الحياه على القدر. الحياه ما بتستقيمش في اتجاه بعيد. كان لازم حد يمسكه من دراعه تاني. عارف انت بتتك بالدراع ده انت غرضك بتتك ليه اللي انتوا عشان اوصل للانسجه لازم حد يمسكني من الناحيه الثانيه عشان خاطر اتك واروح للمكان اللي رايحه من غير ما اطلع بره. فكان لازم ربنا يعمل قوة عكسية اسمها بالعربي قوة الجسد. حلو؟ استنى بقى. مش الآية اللي هو جعلنا من الماء ولا شيء من حاجة. مين مكون الدم الوحيد أصلا اللي بيطلع بالخروج؟ الماء المدائي فين؟ خلي بالك الخلايا الكبيرة ما بتدخل ولا بتخرج. بروتينات البلازما باخلة أوي ما بتدخل ولا بتخرج. فالمكون الوحيد اللي عارف يعدي من خلال الجدار رايح جاي بتاع الدم هو المية بالسوليوتس اللي دايما فيه. السوليوتس يعني المواد الصلبة. اللي دايما فيه. يعني مواد غذائيه يعني نسبه برودكت فضلات وما الى ذلك. وبالتالي اي ماده قادره على انها تجذب الميه تدخل فانا هو ميه ولا دم؟ الاثنين واحد. فاتفقنا ان خايف انها تنتقل او تروح دي هي مين؟ الميه. اي ماده عندها قدره على انها تجذب الميه يقول لك عندها اوزموزس. قدره الماده على انها تجذب الميه ناحيتها اسمها قدره الاوزموزس. كمية المادة اللي بتجذب المية لما تتحط جوه محلول اسمها اوزموتيك بريشر. لا مش فاهم. بص هو الرعب. لو جبت كوباية عصير وبلا ملح بسائل اهو وحطيت فيها سكر كتير. قدرة السكر ان هو يشرط المية اسمها اوزموتس. عدد جزيئات السكر الملي اوزمول اللي محطوطة جوه العصير دي اسمها اوزموتيك بريشر. كمية المادة الصلبة اللي موجودة جوه دي يا جماعة متابعة لها ثلاث مش هقول لك احفظ ثلاثة بس اسمعهم مني كده عشان يبقى الوقت يبقى سهل. بيسموها الدونيستي اوزمولاريتي اوزمولاريتي. طب عندها هتعامل بيه ولا هتعامل بيه؟ طبعا دول بتاع شغل صيدلة مش شغلنا. لو حسبت كمية المادة الصلبة لكل لتر من السائل اسمها اوزمولاريتي. لاريتي يعني لكل لتر. انما لاريتي يعني لكل كيلوجرام. فرقت معاك في حاجة؟ حساباتهم هي ما تخصناش. المهم عندنا لما اقول لك الماده دي هايبر تونيك. هايبر يعني كتير هايبر يعني قليل. فهايبر تونيك او هايبر اوزمولر معناها يعني فيها املاح كتير او مواد صلبه كتير. تعالى تاني بقى. انا في بس عشان ضغط الدم في الشعيرات او في الشرايين الصغيرة يسمونها شبابنا الستاتيك بريشر نشأت عنه قوة اسمها قوة الضغط او بنسميها فلتريشن زونز. حاليا ربنا عز وجل صار ربنا يحرم الكلام ما تنساش حياتك. هيقول لك مفيش حاجه اسمها الناس بتعمل ايه واعمل ايه؟ حاجه اسمها انا اولويتي ايه؟ قبل ما اعمل اي حاجه اشوف انا عايز ايه عشان اسخر الظروف اللي هتخليني اوصل اللي انا عايزه. دي ضرب الناس مش كل الناس زي بعض. دلوقتي احنا محتاجين ماده تتواجد في الوعاء الدموي يكون عندها قدره على ايه؟ على الاوزموزس عشان خاطر الدم وهو بيتكع على الجدار ما يطلعش بره. لقيت ان في ثلاث مواد في الحياه كلها عندهم قدره الاوزموزس في جسمك. اقواهم على اطلاق الاملاح ده بالسكر. اقوى حد بيشد معاك في الدنيا والسكر. اظن حضرتك عارف لما بيشرب حلويات كتير قد ما تيجي تنزل في البيبي بتسحب معاها ميه في جسمك، تلاقي نفسك بتعمل حمام كتير. او بروتينات النمو. ثلاث حاجات يا ملح يا سكر يا مين الاقوى؟ الصوت. هل انت اولوياتك تبقى قوي؟ انا اولوياتي يبقى مقيم. وانا عشان افضل اخليكم قاعدين في القاعه كل يوم محتاج ايه؟ محتاج حد يتريق قاعد في القاعه كل يوم.
هو الملح والسكر بيفضلوا في نفس الوعي كمان طول الوقت. ده بيروحوا ييجوا يتبلوا ويروحوا الخلايا ويجوا من مكان ثاني ويجوا من اكل ويروحوا ايه؟ ما ينفعش اعتمد عليهم، لكن ينفع اعتمد عليها حاجه اسمها البلازما بروتين عشان بغله، لسه من شويه انها بغله. ما تطلعش معايا الدم ولا تتفلتر في الكليه وتنزل في البيئه اعدائك. عشان كده تبص على السبوره ضروري بقى. قوتين متناقضتين يحافظوا على الدم والوعي الدم. عارف لما نكبر كده السنه الجايه هيقول لك وظيفه البلازما بروتين وصوت تعبير معلش اللي انا هقوله ريتنشن اوف ووتر انسايد بلاد فيسل. ريتنشن يعني يحبس. بتحبس الميه في الاوعيه الدمويه. ليه الميه كانت هتخرج؟ هتخرج بسبب حاجه اسمها ايه؟ هيدروسايد بريشر. كده في قوه ونقدر قوه الطرد كانت ضغط الدم، قوه الجذب كانت البلازما بروتين تحتها حاجه اسمه الالبيومين. بعيدا عن احنا مش هناخد السنه دي خالص بس الالبيومين يسموه الثلاثي برضه دي. عشان لما راح تعمل تحليل البول تلاقي فيه البيومين يبقى عنده زوال في البول، دي حاجه غريبه؟ انا لسه حالا اقول لك ان بروتينات البلازما اللي منها اللي انا بقول اسمه ده بغل ما بتنزلش، نزولها ده عارف مش فاكر. فهمت اللعبه جت منين؟ طبعا لما بتصنع في الكبد بالمناسبه تيجي نلعب لعبه حلوه. من المشاكل اللي بتقابلنا لما بتخرج مش ببقى عارف اسال الوالد على ايه؟ عارف انا عارف الامراض وعارف الاعراض بس اساله على ايه مش عارف. يجي خير يا حاج؟ لك يا ابني انا عندي حرقان في المهدوان كده في الحته دي. وايه تاني يا حاج؟ لا هو خلاص كده. طب الحاجه كويسه يا حاج طيب؟ مش عارف اساله على ايه؟ بصوا ببساطه وهي قمه الابداع عشان الناس متكلمه انا عشان انا شاطر لو في حاجه لازم ابقى لبلاي. بص كده لو واحد جاي لك داخل عليك العياده كده زي الشطور ولا في البيت لقيت ايده مورمه ولا رجله مورمه ولا كرش مورم. مورم دي معناها يا دكتور؟ ان في سائل طلع من جوه الدم لبره انترستيشيا يعني. فاكر انترستيشيا؟ طلع من خلال العضله. يبقى الراجل ده مريض ايه؟ استنى انا بقول لك اللي يخلي الدم تحت الميه اللي جواه يعني تطلع بره يا قوه الطرد زادت يا قوه الاسباب. مين قوه الطرد؟ بالعربي الراجل ده مريض قلب او ضغط. طب مش مريض قلب او ضغط يبقى قوه الجهاز قلت لعبه الفسيولوجيا الرهيبه مصنع المخ سبب زياده او نقصان اي ماده في الدنيا المصنع والمخ. ايه يا ابني اللي خلى البلازما بروتين قليله؟ يا ما اتصنعتش كويس يعني ده مريض كبد يا اما خرجت بره الجسم مريض ايه؟ الراجل ده مريض يا قلب يا كبد يا ايه؟ لما يجي يقول دكتور انا بتعالج من الفيروس بس فيروس خلاص انت كده ايه سكه الكبد. دكتور ده انا عندي حصوات على الكليه ورمل بس خلاص انا مريض كده وهكذا يبقى اعمل ايه؟ ده بقى في العصب. يبقى كان عندي خطوط العكس صعب قوي الكلام ده. من الاخر عشان الكلام ده هيتعبنا في الفرقه التانيه وما كملناهوش دلوقتي. النقاش عبر الخلايا وبعضها كان اكتر من مثلا. جبت سيره الدم فالانتقال عباره عن حاجتين، عارف الكتاب كاتب ايه؟ انك رقم واحد اوسموسس. معنى اوسموسس الماده تنتقل من المنطقه اللي فيها صديود ساعه للمنطقه اللي فيها صديود ساعه. اي ما لسه قايلها لك بس بالطريقه العكسيه ان اي صديود في الدنيا ملح او سكر او بلازما بروتين بتجذب الميه فالميه بتتحرك من الاقل في الصديود ناحيه الاعلى في الصديود. كميه الصديود او الماده الصلبه الموجوده في سائل بيسموها اوزموتيك بريشر. يسمى اوزموتيك بريشر. وبالتالي اللعبه المشهوره قوي. بصوا بقى عشان الناس كانت مذاكره والله الناس بتركز دي شاطره قوي في الدنيا. وهبيله برضه يقول لك واحد جاي لك ايه انا عندي حرقان في البول انا بعمل حمام هتلاقي اي حد ماشي في البيت يقول لك ايه اكيد املاح ويقول له يعمل ايه؟ اشرب ميه كتير بس اللعبه لو الملح كتر او السكوت كتر لازم الميه تقل الدليل ايه؟ وانا صغير كنت بحب اعمل حاجه ان انا اجيب كوبايه العصير واحط فيها 20 معلقه سكر هتيجي تشرب مش هتلاقي سيل اصلا هتلاقي اصلا السكر واخد معظم الكوبايه ومش باين والعكس لو حطيت معلقه سكر لوحدها هتلاقي مش باين اصلا تشرب كله سيل فلو ده زاد ده هيقل ده زاد ده هيقل عشان كده يقول لك لو انا جبت محلول سميته هايبر تونيك او هايبر اصبر حد يترجم عربي يعني ايه هايبر تونيك؟ يعني ملح كتير يبقى اوتوماتيك ميه الراجل ده عنده البي بتاعه بقى هايبر تونيك هيقول لك ده في الطب المثالي ولا الطب المثالي ولا كده ده هايبر تونيك يعني ملح كتير يبقى كميه السائل اللي في البي قليله فبيجرح وهو طالع يبقى الحل ايه؟ اقول له قلل اكل املاح واشرب ميه كتير عشان الدنيا تبقى سهله وسهله والعكس صحيح يعني ايه هايبر تونيك؟ لو بقارنه بالبلازما يبقى ملح قليل يبقى ميه كتير وبالتالي تخيل معايا جوه الدم ان في خليه الخليه دي فاكهه وهي ماشيه جوه الدم الدم المفروض يبقى ايزوتونيك ايزوتونيك يعني ايه؟ اللي بره اللي جوه فهي في ميه تخش كده ولا في ميه تطلع كده الانترا سيلولار يطلع بره ولا اللي بره يخش جوه في الدم
طب تخيل ان فجاه البلازما بقت هايبر تونيك، حد يترجم يعني ايه هايبر تونيك؟ مالي كتير ايه؟ الميه قليله فين؟ في البلازما، في مساحه من الخليه. هات الميه بقى هاتيها لي بقى. كده الخليه حصلها ايه؟ شريكتش تنكمش. طب لو هايبر تونيك، لو البلازما هايبر تونيك ترجم يعني هايبر تونيك؟ مالي حدود اي هايبر يعني تلاقي اهو ميه كتير في البلازما دخل يا معلم على الخليه، الخليه كرشها يكبر وتفرقع. فتحصل لها صوره صور يعني تنفخ بالعرق، عارف انت بتتنفخ جامد قوي وفرقع يحصل لها وش. فرقع منين؟ هات فهمك مش محتاجين انا كده. يبقى يا ابني الهايبر تونيك سوليوشن يتسبب في شريك تشوف سيل. انا مش عايز اوقف فصل، احنا كده كده محفوظه سهل. بس انما الاول عشان نجح فصل ما بقاش بفكر في الكلام ده. هل الكلام ده طول الوقت؟ يعني طول الوقت قوه الطرد قد قوه الجذب؟ ان على طول ان كل شيء فرضناه. الكلام ده لو الشريان في الاول يعني ده قلب حبنا طلع الشريان الاول، انت عايز حاجه هنا تطلع او تدخل؟ لا، الاثنين المفروض يبقى قد بعض. الشريان يبتدي يصغر يبقى اسمه شريانين، ارتر يبقى اسمه ارتري، فكان يبقى شعيره دمويه شريانين. لو كنت تاخد يكتب عليها ارتريا الان، ارتريا دي يعني ايه؟ عند نهايه الشريانيه شعار دموي. هل هنا ابتدى يبقى قد بعض ترجع للقاعده؟ لا، انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اطلع من جوه الشعيره الدمويه شويه ميه بشويه حاجات ضيقه فيها زي الاكسجين والنيتريك. الناحيه الثانيه في الشعيره الدمويه الورديه عايز اعمل فيها ايه؟ اشفط اللي كان في الانسجه في وسط البرودكت وسط اكسيد الكربون. يعني العرض الفصيح لازم عند نهايه الشعيره مين اللي يبقى اكبر؟ انهي قوه فيهم؟ الكربون. مين اللي اكبر هنا؟ الجاز. معلش عشان مش قادر انا اكبر. انا كده اكبر 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 اكبر. بص يا سيدي، هو مين اللي بيعمل قوه الجاز؟ البلازما ده قوه الجاز اللي هي الشريان الدوري. لان البلازما قلت لها لسه قايل لك عامل ايه؟ بقى لو بتطلع بتبقى اللاعب كله هيبقى في مين؟ قوه الطرد. كده يبقى قوه الطرد هنا هتبقى عاليه، قوه الطرد هنا قليله. ان كل شيء طلبناه وطلبناه. انت بتاخد الهيستولوجي حتى في الهيستولوجي حتى في اي خرافه. كان محتضرين يقول لك الشريان بيقدروا سمين وبطنته ضيقه قوي. كان بيبقى النار بيومن لكن سك بعكس الوريد، الوريد كان كرش واسع قوي وجدار رفيع، هو ربنا خلقها كده ده عشان الفخاخ ده. عشان لما الدم يجي عند شعار الدماغ الشريانية طريقتها عاملة إيه؟ ضيقة، لما طريقتها ضيقة يبقى الضغط فيها عامل إيه؟ يبقى قوة الضغط هتلاقيها في الشريان عالية. لكن عند الوريد عشان كرش واسع قوي فبالتالي لو نفس كمية الدم وصلت له هتلاقي الضغط عنده عامل إيه؟ هو غير نفسك عشان تشوف ضغط ربنا وهو مترتب مع بعض. لكن اللي يلزمك في الكتاب مكتوب ايه انت؟ الانتقال عبر البادي كومباوند، يقصد عبر الدم يا جماعه عشان ما تروحش تدور نفسك. عن طريق لفظين في الكتاب، رقم واحد اوزموكس اللي حكيناها بالتفصيل، رقم اثنين فلتريشن. الفلتريشن ده بيعتمد على حاجه اسمها ايه؟ ضغط الدم اللي هو اسمه ايه في الكتاب؟ هايبوستاتيك بريشر، ما عادش يظبط. ضغط الدم العادي اسمه كده، لما بتكلم على ضغط الدم في الاوعيه العاديه مش الكبير. اسمه هايبوستاتيك، على فترة طيب كل ما هايبوستاتيك بريشر يزيد كل ما الانتقال والفلتره تزيد اقوم مطلع الحاجه بره كده. فاهم الكلام يا شباب؟ ده الكتاب كاتب اصلا صفحه على لفظ فلتريشن ولفظ اوزموس. انا حكيت لك بقى عشان تبقى عارف خلق ربنا ده جامد. انا كده حكيت لك بقى عشان تستوعب خلاص اللي جاب لك. حكيت حاجه اسمها بادي كومبارتمنت، ان المايه بتوزع في الجسم انترا واكسترا. انترا واكسترا. الاكسترا يا انترا فاسكولار يا اكسترا فاسكولار. والاكسترا باسكولار ما بين الخلايا وبعضها بيسموها انترستيشيال او ترانسسيلير. كلهم 40 لتر. الانترا الكلتين يبقى 25، الاكسترا 15. الاكسترا 15 3 منهم في الدم وده بيتسهل في الانسحاب، و12 ما بين الخلايا وبعض. بعد كده حكينا عشان مادة تنتقل لو الانتقال ده تصير اوعيه دمويه يبقى الموضوع مش هيكتب مباشر ده والكلام ده خالص. الموضوع قوه الطرد وقوه الجذب بالعرق والطرد اسمها فلتريشن اللي سببها هيدروستاتيك بريشر. والجذب اسمها اوزموتيك بريشر اللي سببها بلازما فلتريشن. واضح كده الكلام يا شباب؟ الدنيا صعبه شويه. ما تخلصوش من الشغل ده هتلاقوا اغلب اللي انا قلته ده مش مكتوب في الاغلاف الاخر بس. بس ما تفهموش ان الانسان شرط. حاجات بقى خفيفه كده. هوميوستيزيس. بص معايا بقى عشان الطلعه دي هي نفس طلعه الاغنيه بالظبط اللي مفروض. هوميو يعني ريجوليشن. كلمه هوميو معناها ريجوليشن. رجع ضهرك لورا عشان الاسماء ده اهم حاجه تسمعها.
ربنا علمني عشان اعمل عمل متكامل وكمان لله وحده لازم اجيب اللي هيشتغل واجيب اللي هينظم الشغل. اتفقنا في حصه سابقه كده مين اهم فريق الشغل ولا الاعداد؟ اسمعوا علي ولادي والله حبايبي فريق الشغل اهم، انا لو ما جيتش ما فيش قصه، انما لو هو ما جوش هيبقى في حصه بس الدنيا هتبقى ملخبطه شويه. ما معنى كلمه انجليزي؟ خلقت الحياه على الطريق. عشان اقول لك اني عندي قدره انظم اي مشكله يبقى بعرف اتعامل مع كل المواقف، بعرف اتعامل مع الحاجه والنقدها، بعرف ازود واقلل، بعرف اوسع وضيق، بعرف اعمل اي حاجه عشان اقدر اقول لك انا دكتور الريليش. لكن اللي مش في الكتب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ما تبقاش انسان بركات، ربنا علمنا كده. احنا بقى دايما ايه حد يقول لك عملت حساب المشكله الفلانيه؟ يا عم ما تحملهاش ده انا حصل لي اي حاجه. لكن ربنا ما قالناش كده والله. ربنا قال لك استعد للمشكله من قبل ما تحصل عشان كده رياكشنك هيبقى اسرع بكتير. لو عارف مستعد للمشكله هيبقى رياكشنك احسن بكتير. كرات الدم البيضاء كلنا عارفينها بتاعت ايه؟ مناعه. ربنا بيصلحها وقت ما في ميكروبات في جسمك والله متصنعه بس بصوره انكتيف. عشان كده لما يجي ميكروب لما ندرس قدامه وتاخد بقيه المواد يقول لك بيحصل اكتيفيشن. شفتوا يا جماعه ربنا مش فورميشن مش بصلحها اكتيفيشن. الصفائح بتاعت النزيف موجوده بس مش هتظهر لما يبقى فيه نزيف، تبقى في صوره الهام، مش هيظهر تاثيرها في الوقت ده. في لقطه ثانيه مش في اي كتاب فتسمعوها مني عشان تكوني بالخير دي وحاجه. لو انا واحد عايز انظم الضغط يبقى لازم يكون عندي اللي بيزود ايه؟ العيال. في النورمال انا انسان طبيعي محتاج ده وده. محتاج ده وده في حاجه هتتفاجئ ان في الكتب مش مكتوب لكن هناخد بالنا احنا من دماغنا احنا ان كل الميكانيزمات المنقضه موجودين في النور. فتيجي رجالي على الايه؟ تقول انا لا شيء قد نفر. ليه يا رب؟ هو انا في النور انا محتاج ده ولا محتاج ده؟ انا في النور لو الاثنين موجودين في وقت واحد هيعملوا اوفوزنج اكشن. يعني ببلدي انا والمنافس موجودين هتزود هقل فاحنا الاثنين مش ضربنا تاثير. فموجودين في النور ليه؟ عشان يبقى في الشغل. لما كنت بجيب سكرتير السنتر يبقى لازم اجيب واحد من تي في وانت وش الناس وازيكم وعاملين ايه وبتاع واحد زباله تتعامل مع الكائنات الزباله. لو واحده بس في الاثنين موجوده هتحصل مشكله في السنتر في يوم ما. الاثنين شافوني بدات الحصه فهم يمشوا كلهم لا طلعوا قاعدين على باب القاعه عشان لما احتكوا الاقيكم تحتيه. لما الاثنين يكون ايديهم في الشغل لما تبص حد في الاثنين هتلاقيه تحتيه. بره الصندوق بقى خلاص. لو الضغط واطي نعمل ايه؟ نشغل اي واحد في الاثنين. مش ده اللي هيحصل كلامكم صح مش غلط ما تختلطوا بس اللي قلتوه هيحصل اه بس مش اول حاجه هتحصل اسرع واقوى حاجه ربنا عز وجل ركزوا بقى في التركيز ده عشان تشوفوها في كل الكتب هتحصل ان يوقف الميكانيزم العكسي فورا الضغط هيعلى نظريه بيسموها نظريه الضربه او نظريه اطلاق الفراح اللي بيزود ده اوريدي كان موجود في النورمال صح بس ما كانش ضايله تاثير ليه؟ متكتف بالمنافس بتاعه، مجرد ما توقف المنافس هتلاقي ده ظهر تاثيره فورا اسرع من انك لسه تبتدي تدي اوامر ان هو يزود، هتلاقيه فورا الضغط زاد، ايه ده انت كنت فين؟ انا كنت موجود بس ما كانش ظاهر التاثير. عشان كده في العصر الجاهلي في الفسيولوجي كان بيقول لك هو ايه الدافع اللي يزود الضغط يشتغل؟ تقول له لما الضغط يبقى واطي، يقول لا يظهر تاثيره لما الضغط يبقى واطي، لكن هو موجود في وعشان كده اي دواء اي هرمون اي ماده هتوقف حاجه في جسمك لازم يحصل العكس. هيديك امر مش حضرتك بتعمله بالبي. مش بقول حاجه يا جماعه مش بتعمله بالبي كل يوم. بقول لك حد ما بيعيش بالبي. مش البي ده بيوطي الضغط مش بيسحب ميه من جسمك. هل كل ما بعمل بالبي بيغمى عليا؟ ضغط نقطه ليه؟ عشان في ميكانيزمات عكسيه انت مش حاسس بوجودها بتعلى الضغط. ففي توازن بين الاثنين. عارف لو حضرتك فجاه البي وقف فجاه هتلاقي الضغط ضرب في السماء. ليه؟ لان الميكانيزم العكس هيعمل حاجه اسمها ان كومبوز اوعى تنسى دي الله يكرمك عشان ده كتاب كامل اصلا ده كتاب كامل اصلا محلول تاني ان دون ما في الحاجه ولا ضد لو وقفت واحد في الاثنين فورا العكس هيحصل عشان حاجه اسمها نظريه الاطلاق الاخرى في جسمك قطع عن طبق الكلام انسى بقى انا قلت ده خليه الاوتونوم اطلعي فوق الجسم فيه اجهزه تعمل عمليات حيويه وفي اتنين سيستم مسؤولين عن الريجوليشن لو حد يعرفه من الجهاز العصبي اسمه النيرف سيستم والهرمونات اللي بيسموها الاندوكراين سيستم دول دورهم ريجوليشن. ما شكل الريجوليشن في الجهاز العصبي حاجه اسمها ريفلكس. شكل النيرف هو ريفلكس بعرف يعني ايه رد فعل او فعل منعكس. يعني رد فعل نتيجه فعل. او نقولها بمنظور احنا تصحيح خلل نتيجه خلل.
ما انا لما اقول لك دورك يا جهاز عصبي تنظيم، يعني معناها لو شفت اي مشكله اتصرف صالح. بيعمل الكلام ده ازاي؟ قائد الحدث هو حد اسمه السي ان اس. لو حد يعرف السي ان اس اختصار سنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي ولا يا مخ يا حد شبكي. ده اللي مسؤول يعمل التنظيم. الراجل ده عشان يبقى مسيطر يقول لك بص انا اي حاجه هتحصل في الجسم ليا عصافير تشمشم مع السقطه واللقطه والبلاتي. العصافير دول اسمهم ريسبتورز. العربي يعني ريسبتورز؟ ده بتبقى عليهم كلمه احمر، بتبقى عليهم ديتكتور. بحب اللفظ ده قوي. ديتكت يعني يجيب اقل تغير جسمي. عارف حساسات زي ما بيقولوا بالعربي، سنسورز. في مستقبلات لكل حاجه في جسم حضرتك في كل مكان. مستقبلات للمفاصل وللاحساس والحراره والبروده والسمع والشم والقلب والتنفس والهضم كل ما تتخيل. دورهم ديتكتور عصبي. اي تغير شافوه جاي يبلغوا اللي هيعرف يتصرف اللي هو مين؟ السي ان اس. هيبعتوا له اشاره في عصب بنسميه افرنت. اسال معاني في الامتحان العصب الافرنت بيوصل من هنا لهنا. هي الريسبتور سنتر او احنا قلناها السي ان اس وكتبت بقى انتجريتي سنتر اللي هو السي ان اس يعني. السي ان اس بعد ما يبلغ يبتدي يتخذ اللازم. بس خلاص تشكر انا عارف هعمل ايه. انا هبعت لرجال في المكان ده يتصرفوا. يعني ريسبتور بتاع ضغط شرط ضغط الوطي. انا بعت عصب اسمه ايه خفايا؟ اف راح تحديدا يعني قدام لمركز تنظيم الضغط سي ان اس. او بعت اشاره ورد الاوعيه الدمويه قدام ضغط الضغط. مين اللي هينفذ؟ ناس اسمهم افكتور اورجان. الاسم واضح. افكتور اورجان يعني الاعضاء اللي هتعمل افكت. اي يعني هم مين؟ يا اما ماسلز. ماسلز يعني ايه؟ عضلات. يا اما جلاندز. هبعت لهم امر في عصب اسمه ايفرنت. لو واضح بقى اسمه ايفرنت لانه رايح لافكتور اورجان يعمل افكت. عشان كده ساعات يقول لك الاعصاب افرنت وايفرنت وساعات يسموهم سنسوري وموتور لانه رايح يعمل شغل. بقى انواع الاعصاب دي اعصاب كره افرنت وايفرنت يسموها سنسوري بحيث الافرنت بتنقل فين؟ الريسبتور يبلغ حتى لو رايح دلدول السينس يبلغ بس. انما ده اسمه ايفرنت ورايح للافكتور اورجان عشان يعمل افكت. تفاصيل القصه دي في الالكترونيك، انت اللي عليك دلوقتي ان في عنوان كده اسمه هوميوستيسيس. هوميو يعني ايه؟ بالانجلش ازاي توصل الانترنال انفايرمنت بتاعك اللي هو جسمك من جوه يعني. طبعا مش الجهاز العصبي بس اللي بينظم، الهرمونات كمان بتنظم لو في الفسيولوجي اوسع من كده، بس هو اصلا دي بس. ايه مكونات المنظومه اللي هتنظم الموضوع؟ ده الريسبتور او ممكن تقسم كده الريسبتور ثم افرنت سنسر او سي ان اس افرنت افكتور. طبعا اللي تحتهم اكزامبلز دي لو قريتها يبقى انت معاق. بيعملوا دول بينظموا اي حاجه. اي حاجه وانت بتحتاج اكزامبل بينظموا الحراره، بينظموا الميه، بينظموا الهرمونات، بينظموا الاسيد بيس، بينظموا كل اللي لازم. اي تنظيم في الجسم لازم يعدي على المنظومه. واضح الكلام يا شباب؟ المتعه بقى كلها كده. فيدباك ميكانيزمز. خلاص احنا عرفنا خلاص. ما تشربوا صلاه على الدنيا حلوه. ويعني ايه فيدباك؟ يعني انا صاحبك خسه فرد فعل عليه ايه؟ فيقول لك انت عملت حدث الريزلتنت بتاع الحدث او الريزلت بتاع الحدث دي ايه الافكت بتاعها عليا؟ يعني انا زودتك يا ترى انت هتزودني فاحنا كده ماشيين في نفس الاتجاه بنزود بنزود ولا انت هتقللني يبقى رد فعل عكسي؟ إيه اسمها بوزيتيف فيدباك. تيجي تفهمها مننا احنا من خلق ربنا اعلم الكتاب عشان الكتاب اللي كان ده مش صح مش صحيح. مش صح وانت هتقول الاصل في الحياه اللي الاصل ولا ده؟ او بقى ده بتاع دي حاجه حلوه مش وحشه. الجسم حاجه حلوه جدا. احنا شعب عاطفي كلنا. عارف انت لما حد يعمل لك جميله مش عارف والله مش عارف يعمل لك روح تشرب حاجه فاهم والله الواحد عارف يقول لك ايه انما الجسم يقول لك ده مش صح. الجسم يقول لك ربنا بيقول انا كل شيء خلقناه بقدر. ضغطي واطي هقوم جايب عصب يعمل الضغط حلو يبقى العصب ده عامل في الضغط زوده زوده. اول ما الضغط يرجع طبيعي اول حاجه بيعملها بيقول له ميرسي يا بيبي انت كنت مرحله وعدت بوقفها. يا اخي كلمه الاصل من انا اللي ده اللي مزودك معلش يا بيبي عشان خاطر ربنا لازم اوقف كده. لان لو فضلت انت تزود وانا ازود يبقى هتبقى حفله عارف انت تزود يزيد او مقل في قلب فاهم نقعد نلف بقى. عشان كده الاصل في الحياه هي اللي في الفيدباك. هو انت بس امثله في الكتاب اي دي حاجه من الحاجات اللي في الفيدباك عشان الاقيها في كده. جايب لك شكل عايز الضمان اقول لك هات تقوم زوده. لا لا هات تقوم زوده لحد ما ابدا الشركه هم عامل ايه؟ ميرسي انت كنت مرحله عدت هوا اتقفل. فكده احنا ماشيين فوق وسط الدايركشن انت بتزودني وانا بعمل ايه؟
بقللها. انت فهمت بقى لك ليه عشان تعرف تقرا كام؟ عشان ايه؟ كل شيء اول ما توصل لقدر ربنا اللي هو عايزه لازم تقرا. في الكتاب بتاعك كتاب بوستف يعني هتزودني؟ هتزودك. ربنا منطقي؟ طب هقول لك الامثله وبعد كده اقول لك المثل. كتاب كاتب مثالين. كاتب مثال بتاع الاكسايتيشن اللي هي الاشاره الكهربائيه، الانفصال الكهربائي. اللي فاكر بدايه الاشاره الكهربائيه كانت بتفوت صوديوم. فالمفتح حد صوديوم، فتزيد الاشاره حد صوديوم كمان، فبقول على بوستف. او تجلط الدم اسمه كو اكيوميشن. في نزيف. هات صفائح تسد، لا هات كمان تسد. لو حد فاهم فسيولوجي وخلق ربنا فما فيش حاجه في الحياه اسمها بوست فيدباك اصلا. دي حاله مؤقته، حاله مؤقته ربنا يكرمك. بس في حاله واضحه قوي كده يعني تعالى كده نقول مثالين الكتاب نفسه ايه؟ دلوقتي انا عندي قطع في الوعي الدموي، فهجيب صفائح كامل تمام صح؟ جد لسه ما سددش، هو عامل ايه؟ هات كمان لما انا هات منكم اول ما الوعي الدموي يتسد هتلاقي هتدرسوا الكلام ده، الصفائح الدمويه بتقول كفايه ما فيش حاجه. فالبوصله في حاله مؤقته دخول الصوديوم هيفضل يوصل لبلا نهايه، لا اول ما الاستقطاب يتظبط ميرسي ايه في جنب القناه. في مثال اشهر من ده بكتير قوي. سمعتوا عن هرمون في الثانوي اسمه الاوكسيتوسين. هرمون المضطرب، هرمون حذائي الحاجة. ما سمعتوش عنه؟ قال ما هي اسمها حذائي الحاجة. يا لا بس تاني. يعني لا اعمل ستريننج يا حاجة. يا حاجة. بتعلموا لفظ العيان مع كله ايه؟ مش عارفين لفظ تاني بجد ولا لا؟ ابذلي مجهود يا حاجة. ساعة الطب. عارف انت؟ الفتحة بتاعت مكان خروج البيبي بتتشد من دماغ البيبي. احيانا عيال بشويه اوكسيتوسين يجي الاوكسيتوسين يعمل انتباه فرحان في دماغه هو بتطلع في دماغه مش هتفضل كده طول الوقت بقى فتقول لهم ايه؟ اوكسيتوسين كمان لو سمحت فده سموه ايه؟ بص لما لا نهايه في دماغك اول ما الواد يطلع هيبعت لهم بس كفايه عشان كده لو عايز تفهم احلى من الكتاب دي حاله مؤقته عمرها ما هتبقى حاله لله مفيش حاجه اسمها بص في دماغك اول ما القدر بتاع ربنا يوصل هنقلب نجاح عمرنا عشان كده ده الاساس عشان كده كل الامثله مكتوبه لا كتاب امثال الهوى كلها نجم. مثالين بوزيتيف هو كتب الامثله اللي البوزيتيف بياخد فيها وقت اكتر شويه، لكن في النهايه هتطلع هتنزل انها ولا شيء هتطلع طلع هتوقف على الوقف. فهمت القصه يا شباب؟ كده انا خدت حاجه اسمها البادي كومبارتمنت اللي هي البادي ووتر الانر والاكسترا. خدت ان طرق الانتقال من الوعي الدموي ما بين بره وجوه معتمد على قوه الطرد اللي كان اسمها فلتريشن وسببها الضغط اللي اسمه هيدروستاتيك وقوه الجذب اللي اسمها اوسموس. خدنا دلوقتي حاجة اسمها الهوميوستيسيس ريسيستور تنظيم سيستم ديفرنت افكتور اورجن. خدنا حاجة اسمها فيدباك ميكانيزم بوزيتيف ونيجاتيف. هنضطر نحفظ المثالين دول بس عشان الكتاب الإشارة الكهربية هنحفظها مش بس دلوقتي مش هقدر أحفظها دلوقتي أنا أصلا أنا هحفظها فاضيين لي أصلا ولوقت مش هقدر. آخر حاجة إحنا هنضطر نشرحها على الدراسة توزيع الأيونات ما بين بره وجوه. لا قديمه قديمه والله العظيم بره في موجب وسالب وجوه في موجب وسالب. مين اشهر موجب بره؟ الصوديوم ايه واشهر موجب جوه؟ قديم. طبعا الكتاب كاتب لك ايه؟ الاكسترا سيلر ايونز وكاتيونز او ايونز وكاتيونز ممكن صح في صوديوم وكميه قليله في مغنيسيوم وبوتاسيوم لكن الاساس مين؟ الصوديوم. هنا برضه في ناس كتير قوي بس اشهر واحد مين؟ بوتاسيوم. هي يعني بوتاسيوم الكالسيوم سي ايه؟ ما خدوش كيمياء، كانوا ادبي. اشهر سالب بره كلورايد. اشهر سالب جوه الفوسفيت والبروتين. حلو كده؟ ده صفحه في الكتاب. او المكان ده كده مكتوب في نص صفحه صفحه مره كده. يكتب لك الاسامي اللي بتراها في اخر حاجه وهسيبكم انتوا تشرحوها عشان انتوا حبايبي اسمها ووتر بالانس. ويعني ايه بالانس؟ خلقة الحياة على مدار ريجوليشن يبقى أكيد هيبقى في حاجة اسمها ووتر جيم حاجة اسمها ووتر. لو أنتوا بني آدمين زي حالاتي مين مصدر الماء اللي بيديلك جسمك؟ الأكل يعني مش الشرب؟ الاثنين بس الأساس الشرب طيب؟ صح الأساس هو عن طريق السنس سنسيشن هو إحساس العطش الشرب كده بتبقى لو بتعرفش تشرب كده فعلا لما تحس بسنس بتشرب او زي ما هي قالت الاكل اللي كميه ضئيله قوي ان الاتش تكون موجوده في اي نوع من انواع الاكل اللي هتحطها في المرض وجرح المشاعر كده لما تتاكسد الاتش تو
وفي الاساس الشغل طبعا مش معاك. طب الموتر بص حاسس ان انا قلتها في الاناتومي في حاجات كتير بتعمل الموتر بص بس اشهر بحاجتين سويت جلاند عقبال خليكم الريبريشن كان بيطلع من السويت جلاند عشان كده كان مظبوطه تنظيم حراره ورقمتين البي بي اليورين يورين يعني بي بي الجهاز الدوري اسمه يورينري سيستم فيورين معناها بيقول لك تعمل تحليل يورين يورين يعني بي بقى عشان ما تنساش مين اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ هرمون اللي كان مسؤول عن تنظيم المياه في الجسم في الثانوي اسمه الاي دي اتش. حد فاكر الاي دي اتش اختصار انتي بايوريتك هرمون. انتي بايوريتك دايوريسز يعني نزول البي بي. كلمه دايوريسز عارفين مديرات البول لو حد في البيت بيستخدم مديرات البول للضغط اسمها دايوريتك. مديرات البول هو انتي دايوريتك ضد نزول البول يعني يحبس ولا بينزل؟ هنفهمها وفي بعض لكن هي في حفظها برضه مش لو انا دلوقتي بص كده ركز بقول لك امتى الاي دي اتش يزيد؟ تعالى جرب في حالتين لو البلازما هايبرتونيك لو البلازما هايبوتونيك تيجي ممكن كل واحده يعني نشوف هو هيزيد فاهمني؟ يعني ايه هايبرتونيك؟ حد يفهم ملح كتير او هي ايه؟ ميه في جسمك قليله؟ لا الراجل ده يشتغل استنى شويه كمان مش هينفع ننزل دلوقتي مش وقت البي اصلا عشان كده حضرتك لما تبقى مفيش ميه في جسمك ما بتعملش حمام كتير بسبب الادريزي. انا عايز افهم معاك يعني ايه ميه في جسمك؟ ميه ايه؟ ميه ايه؟ ميه كتير في البلازما بتاعتك باشا مش وقت تسيبهم يعملوا بيه براحتك زي ايام الحر كده مش عارف ميه كتير قوي زي ما تكون تعبان ومرتاح زي ما تكون عطشان ومش بتقعد في البيت طول اليوم. عشان كده هو كان فاهم الموضوع مش محتاج ان انا اعمل توصل اللي يزود الاي اتش الهايبر كده هو امتحان واحد بس انا بحب نفهم من الاول اللي يزود الاي اتش الهايبر سوبرتي او هايبر تريست. طبعا مش عايز اسالك سؤال هو بيجي الترا شورت تقول بقى من عندنا الترا شورت فانا مكسل اشرحه بصراحه يعني على صوره هو ممكن بقى وظيفه الميه في الجسم ايه؟ ده السهل الممتنع بقى على فكره ده كان في الطب بيسموه سهل الممتنع انا وظيفه الميه ايه؟ ايه؟ ايوه ميه طبعا هي ميديا لاي تفاعل كيميائي ميديا لاي حاجه فيزيائيه او ميكانيكا بتحصل يعني حاجه تنتقل او الكلام ده هي بتنتقل من خلالها هي في العين لها وظيفه خاصه انها ريفراكتف ريفراكتف يعني بتساعد في انتصار الضوء تمام انا اصلا هقول لك ما هي وظيفه كل حاجه ما هو اصلا الدم كله ميه هي يعتبر هي وظيفه كل حاجه سواء الكتاب المختار اللي انا قلت لك عليه هي ميديا وسيط للتفاعلات الكيميائيه ميديا لاي حاجه فيزيكال هتحصل يعني انتقال او حاجه ميكانيكيه هي ميديا في العين عشان خاطر انتصار صعب الكلام؟ على فكره دكتور تقرا ده الموضوع مش هياخد دقيقتين مش زي المره اللي فاتت كمان حتى لان مش هتسال اصلا من اساسه موضوع اهبل اللي انا مش عارف اكتر من كتاب كتير احنا عارفين على صفحه 16 بس انا جاي في الاستوديو ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي هنخلص شابتر واحد كلكم نخش في الدكتوراه كان خلاص بقى قبل الانجليزي عشان انا بقولها مش وقت بقى يعني دي منتهيه الفسيولوجي فهم فقط محدش يبص على الاسئله اللي بنبص فيها سوا عشان انا هعلمك تفكر في الاسئله ازاي اصلا يعني كنت بقول لهم الصبح شطر الاوتونوميك السنه اللي فاتت كنت بقول مش طول السؤال اصلا جاوب الاجابه من غير سؤال ليه؟ لان واحد كان عكس بعض فاكيد هيبقى في ثلاث اجابات في ناحيه واجابه في ناحيه فالموضوع مش محتاج انك لازم تكون مذاكره قد ما تكون راسي في الامتحان فعلا؟ حد عنده مشكله شغلنا؟ نتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده ونشوفكم بعد الباي باذن الله الحلقه الاخرى اللي انا مش هنشوفها المره